أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج بتوقيت المهرة، نستعرض ونناقش فيها الأحداث والتطورات والمستجدات في محافظة المهرة. نسلط الضوء في هذه الحلقة على إتلاف مواد منتهية الصلاحية ومعاناة سكان منطقة خيصيط من تجمع المياه في محيط منطقتهم وملفات أخرى. أهلا بكم من جديد. نظمت الدائرة الإعلامية في لجنة الاعتصام السلمي بالمهرة دورة تدريبية حول المهارات الإعلامية الحديثة لأكثر من 30 ناشطا وناشطة في مجال الإعلام برعاية رئيس لجنة الاعتصام السلمي في محافظة المهرة الشيخ علي سالم الحريزي. وخلال التدشين قال رئيس الدائرة الإعلامية في لجنة الاعتصام علي مبارك محمد إن الدورة تأتي ضمن الاهتمام بمنتسبي لجنة الاعتصام السلمي والناشطين في ظل اهتمام كبير من الشيخ علي الحريزي والدائرة الإعلامية بمتطلبات المرحلة لمواصلة النضال والدفاع عن السيادة الوطنية وإفشال جميع المؤامرات والمخططات والأطماع الخارجية. بن محمد أضاف أن قيادة الاعتصام تدرك أهمية الإعلام في ظل المتغيرات الدولية الجديدة ودور الإعلام الكبير في تشكيل الوعي لدى المجتمع. هذا وأكد رئيس الدائرة الإعلامية في لجنة الاعتصام علي مبارك بن محمد أن أبناء المهرة أصحاب قضية وهناك إشادات واسعة بنجاحهم في تجنيب محافظتهم الويلات والصراعات والتدخلات الخارجية. وأشار بن محمد أن منصات التواصل الاجتماعي أصبحت منصات تؤدي دورا رئيسيا في بناء الوعي وصارت ركنا أساسيا للتواصل اليومي واستقبال المعلومات بالنسبة لكثير من الأشخاص. وحث بن محمد المتدربين على الاستفادة من الدورة وتعلم المهارات الإعلامية الحديثة والخروج بحصيلة مفيدة تنعكس على واقعهم العلمي العملي. لكن نحن نريد أن نرتقي من مجال الناشط إلى مجال الإعلامي، إلى الإعلامي المحترف، سواء في المجال الصحفي والكتابة الصحفية أو في مجال التصوير، في مجال المونتاج، تنقصنا قدرات كثيرة كبيرة وكثيرة في كثير من المجالات. بدأت المؤامرات الكيدية تعود، بدوا الناس يطمعوا في أراضينا وفي بلدنا وفي كرامتنا وفي حريتنا، فنحن لابد أن نكون هذا الجيل الثابت لأجل استعادة ما حققوه أجدادنا وأسلافنا وثوارنا ومناضلينا. يأتي هذا البرنامج والذي أسمي بالمهارات الإعلامية الحديثة بعد حصيلة تفاهمات كبيرة جدا مع الدائرة الإعلامية بالاعتصام السلمي، والذي حصل فيه البرامج الهامة الإعلامية التي ستكون إن شاء الله في عام 2024 للإعلاميين. كانت هذه الدورة أو هذا البرنامج هو باكورة الأنشطة الإعلامية لهذه الدائرة الإعلامية. نحن اليوم ندرب أكثر من 33 متدربا هم من النشطاء الإعلاميين والممارسين الإعلاميين. إن شاء الله سندر على مدى 4 أيام، وستكون الحصيلة بإذن الله تعالى نماذج إعلامية ومخرجات لهذه الدورة الكريمة. وهي دورة للإعلاميين في مهارات الإعلام الأساسية. كوكبة من الإعلاميين الطامحين وأيضا المتميزين الذين قضينا معهم اليوم الأول في التدريب، ويعني تلقوا فيه التعليمات الأساسية أو نقدر نقول المحاور الأساسية في التعليم في الإعلام، وأيضا طرق تطبيق هذا النظري. اليوم كان جانب نظري وأيضا جانب تطبيقي. سيتلقى فيها المشاركون مجموعة من المحاور في مهارات الإعلام، منها ما يتخصص ما يتعلق بالفنون الإعداد التقارير وفنون الصياغة وأيضا في فنون المحتوى الإعلامي. كما أيضا سيتضمن هذا البرنامج أيضا الحديث عن الرأي العام والقضايا الاجتماعية والقضايا المهنية التي تقابلهم في مشوارهم الصحفي والإعلامي.
في شأن آخر، أتلفت السلطات في منفذ شحن بمحافظة مهرة كميات من الأدوية والمكملات الغذائية والمواد المخبرية المتنوعة غير المطابقة للمواصفات لحماية المواطنين من أي أخطار وأضرار محتملة جراء إدخال الأدوية إلى البلاد بصورة غير قانونية. وقالت وكالة الأنباء الحكومية إن الكمية التي أتلفت كان قد تم مصادرتها لدخولها البلاد بطرق غير مشروعة ومخالفة لقوانين الاستيراد الدوائي واللوائح التي تعمل بها الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، والتي تعمل على مراقبة حركة دخول الأدوية والمستلزمات الطبية من جميع منافذ البلاد وضبط المخالف منها. وجرت عملية الإتلاف وفقا للإجراءات القانونية وبحضور عدد من الجهات ذات الاختصاص في الجمارك والجهات الأمنية ومندوب الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية. عقب الانتشار الواسع للمواد منتهية الصلاحية، أعلنت السلطات إتلاف مئة الأطنان من تلك المواد وسط مطالبات شعبية بتشديد الرقابة وتكثيف النزولات الميدانية إلى المحال التجارية. التفاصيل في سياق التقرير التالي. كمية كبيرة من المواد منتهية الصلاحية والمهربة تغرق أسواق الغيضة بمحافظة المهرة في ظل تخوفات من آثارها الكبيرة على صحة المواطنين بشكل عام والأطفال على وجه الخصوص. الحقيقة هذا يطرح سؤال على الشارع، والسؤال يعني واضح جدا، لماذا كل هذه الكميات واسمه؟ هل تعود المشكلة في التجار أم في الرقابة أم في الأسير أم في التخزين نفسه؟ وهذا شيء مخالف للعادات الإسلامية أصلا ومعادات للقيم الإسلامية، فموضوع اختزال البضاعة حتى انتهائها قد أنها يعني تقي من هذا الإتلاف الكبير الذي يحصل. هذه التخوفات لدى المواطنين دفعت السلطات في المحافظة إلى التحرك ووضع حد للكارثة قبل أن تقع، وأعلن على إثرها مكتب تجارة إتلاف أكثر من 120 طنا من المواد الغذائية والمشروبات منتهية الصلاحية خلال الأشهر الماضية. هذه الكميات الكبيرة التي لاحظتها ولاحظها الأخوة المشاهدون، من ضمن هذه الأسباب هي سوء التخزين، الأوقات لسوء النقل، كذلك من ضمن هذه الأسباب تعرض المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية، كذلك السياسة التسويقية التي تمارس من قبل بعض الشركات وبعض التجار. هناك حوالي 91 نزول خلال العشر الأشهر الماضية و 69 مخالفة بالنسبة للمواد التي تم مصادرتها وإتلافها حتى اللحظة، 90 طن و 679 كيلوغرام من المواد الغذائية. تعود أسباب تلف المواد الغذائية والأدوية وأغذية الأطفال قبل تاريخ انتهائها إلى سوء تخزين البضائع وعدم مراعاة عوامل البيئة، وهو ما دعا المواطنين إلى مطالبة مكتب الصناعة والتجارة بتكثيف الحملات الميدانية على مخازن المواد الغذائية والأدوية والتأكد من صلاحيتها وسلامة تخزينها. يلجأ أحيانا المواطن إلى شراء سلعة قليلة التكلفة بسبب الظروف المادية وضيق العيش، وأيضا كذلك احتكار التجار والجشع على الموجود وتخزينها في المخازن لمدة طويلة، ثم يضطر بالأخير ينزلها إلى السوق وهي قادها تالفة وتصبح سم قاتل. هذا طبعا كارثة في حق المواطن. والله يتعرض المواطنون في محافظة المهرة للأوبئة والأمراض نتيجة المواد المنتهية الصلاحية والتخزين السيء للمواد الغذائية والأدوية، وندعو السلطة المحلية ومكتب الصناعة والتجارة للقيام بحملات رقابية واسعة وضبط كل التجار المخالفين والجشعين والطامعين والمتاجرين بحياتنا وإحالتهم للقضاء. وبين سوء تخزين المواد الغذائية وإهمال التجار والجهل بتاريخ انتهاء المنتج، يظل المواطن يتساءل عمن يتحمل مسؤولية تعرض السكان للتسمم وغيره من الأمراض إذا ما تناولوا أي مواد منتهية الصلاحية.
عقدت قبائل محافظة المهرة في مدينة الغيضة اجتماعا لمناقشة قضية المغدور به سالم حامد. ودعا الاجتماع محافظ المهرة محمد علي ياسر والسلطة المحلية والأجهزة الأمنية والعسكرية للقبض على كل القتلة وتقديمهم إلى العدالة والكشف عنهم أمام الرأي العام. وأكد الاجتماع وقوف جميع أبناء القبائل إلى جانب السلطة المحلية والأجهزة الأمنية والعسكرية في خدمة أمن واستقرار المحافظة ومحاربة كل الظواهر السلبية. عقب إعصار تنك الذي ضرب محافظة المهرة تسببت السيول التي تجمعت نتيجة الأمطار الغزيرة في منطقة خيصيط بمديرية حسوين بعرقادة وصول المواطنين إلى منازلهم ما اضطرهم إلى استخدام القوارب للوصول إلى مساكنهم. التفاصيل في التقرير التالي. بعد إعصار تاج الذي ضرب مديرية حسوين هكذا أصبحت منطقة خيصيط يحيط بها البحر من كل جانب، فقد تشكل خور كبير حول المنطقة جراء سيول الأمطار ودخول مياه البحر إلى الأماكن القريبة من المنطقة. يجد المواطنون القاطنون في منطقة خيصيط صعوبات كبيرة في الوصول إليها ويضطرون لاستخدام القوارب من الجانب الغربي من أجل الدخول إلى المنطقة، الأمر الذي جعلها منعزلة تماما عن باقي مناطق مديرية حسوين. من ناحية خيصيط أطرار بعد إعصار تيج أطرار قوية، وهدم أي إعصار بعد هدم البيوت والطرقات، يعني نطالب بالجهات المختصة أن تصلح هذا الطريق بأسرع وقت لأنها منطقة سياحية خيصيط. لم يكن عزل منطقة خيصيط عن بقية مناطق مديرية حسوين المعضلة الوحيدة التي تعرضت لها المنطقة جراء إعصار تاج، بل إن الكثير من منازل المواطنين قد تهدمت، حيث دمر الإعصار أكثر من 80% من منازل السكان في المنطقة. كنا متواجدين في هذا الإعصار هنا في هذه المنطقة، منطقة خيصيط، ويوم ضرب الإعصار المنطقة كنا متواجدين فيها وتهدمت أكثر من نص البيوت، ونحن كنا فيها وتواجدنا وانتقلنا من 3 بيوت أو 4 بيوت، من خفنا أن تتهدم علينا البيوت وربنا أنجانا من هذا الإعصار. وأمام هذه الكارثة يناشد المواطنون في منطقة خيصيط الجهات المعنية بإيجاد حلول عاجلة للتخفيف من معاناة الأهالي من خلال تعويض المتضررين وردم الطريق لتسهيل وصول المواطنين والعربات إلى المنطقة، كونها من أقدم وأهم مناطق مديرية حسوين وتعد من المناطق السياحية التي يزورها السياح من داخل المحافظة وخارجها. للتعليق ينضم إلينا عبر الهاتف مراسل مهرية سعد محمد. أهلا بكم معنا أستاذ سعد، لو تحدثنا أكثر عن الصعوبات التي يعانيها سكان منطقة خيصيط جراء تجمع المياه في محيط المنطقة. أهلا وسهلا ومرحبا، تحية لكم وللمشاهدين الكرام. طبعا منطقة خيصيط هي أحد المناطق التابعة لمدينة حسوين والتي تعرضت لعين الاثار تيج الذي ضرب المحافظه على نهايه شهر اكتوبر. طبعا المواطنين يعيشون حاله من المعاناه ويعيشون معاناه حقيقيه. انا نزلت بدايه هذا الاسبوع نزلت الى منطقه خيصيط، وصراحه وضع كارثي يعيشه ابناء منطقه خيصيط. واذا مثلا تريد ان توصل الى المنطقه لا يمكنك العبور الا عن طريق القوارب، وهذه القوارب بسبب ان بعض الاعصار عملت السيول على تخريب واصبحت المنطقه معزوله تماما عن بقيه مناطق المديريه. نعم، في ظل هذا العزله وكل هذه نعم سعد، في ظل كل هذه العزلة هل قام السكان والمواطنين بمناشدة السلطة المحلية؟ نعم سعد، هل قام السكان المحلية
تسمعني جيدا سعد؟ إذن يبدو أننا نواجه مشكلة مع الهاتف. كان معنا عبر الهاتف مراسل مهرية سعد محمد، شكرا جزيلا لك. على صعيد آخر، اطلع المدير العام للأمن والشرطة في المهرة العميد مفتي سهيل صمودة خلال زيارة له إلى مبنى الأحوال المدنية والسجل المدني على سير العمل في استخراج البطائق الشخصية بالشريحة الذكية الإلكترونية. وقال المدير العام للأمن العميد مفتي سهيل صمودة إن نظام البطاقة الشخصية بشكلها الجديد جاء ضمن اهتمامات الحكومة بمواكبة التطورات التكنولوجية وحماية البنية المعلوماتية للبلاد، مشيرا إلى أهمية تقديم التسهيلات للمواطنين للحصول على البطاقات الشخصية. وأوضح مدير الأمن والشرطة أن هذه الخطوة ستسهم في تقليص التلاعب والتزوير وخفض معدلات الجريمة وتساعد في ملاحقة مرتكبيها وسرعة التعرف على هويات المواطنين والحصول على البيانات في أقصر وقت، مؤكدا أن هذه الميزة تعطي فوائد للمواطنين واستخدامات كثيرة بطريقة سريعة وآمنة وتمكنهم من إجراء المعاملات الإدارية والعبور من المنافذ وتضمن لهم بياناتهم بشكل آمن. على الصعيد الرسمي، طلع الوكيل الأول لمحافظة المهرة العميد مختار محمد بن عويض الجعفري على احتياجات مديرية حات في قطاع المياه. وخلال لقائه المدير العام لمديرية حات محسن محمد مشخفي ونائبه سعيد ضاوي ومدير مكتب المياه بالمديرية محمد سالم جبز، استمع الوكيل الجعفري من مدير عام حات إلى شرح مفصل حول مشروع المياه. كما التقى الوكيل الأول لمحافظة المهرة العميد مختار الجعفري رئيس الاتحاد الرياضي للمعاقين حركيا رائد الأعوب الثاني بحضور عدد من أعضاء الهيئة الإدارية للاتحاد. خلال اللقاء أكد الوكيل الجعفري دعم السلطة المحلية لذوي الاحتياجات الخاصة ومساندتهم حتى يتمكنوا من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي. ووجه الوكيل الجعفري بصرف مبلغ مالي كدعم للاتحاد حتى يستطيع تحقيق أهدافه ومساعدته في تنفيذ بعض الأنشطة الرياضية. من جانبه أوضح رئيس الاتحاد رائد العوب الثاني إلى أن الهدف من تأسيس الاتحاد الرياضي للمعاقين هو الاهتمام بالمعاقين وتفعيل البرامج الرياضية لهم وتأهيلهم في جميع الألعاب الرياضية التي تناسبهم وإشراكهم في الأنشطة الرياضية على المستوى المحلي والخارجي. في سياق آخر، دشن الوكيل الأول للمهرة العميد مختار الجعفري ورشة حول إدارة الكوارث البيئية وكيفية التعامل معها، والتي يقيمها مكتب المياه والبيئة بدعم من منتدى التنمية السياسية ومؤسسة بيرغهوف الألمانية. تستهدف ورشة إدارة الكوارث بالمحافظة 30 مشاركا ومشاركة من عدد من المكاتب الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والدفاع المدني والأرصاد لمدة يومين. تناولت الورشة بعض المفاهيم الأولية عن التغيرات المناخية وإدارة الكوارث البيئية. بهذا القدر نكون قد استعرضنا معكم أبرز أحداث هذا الأسبوع من بوابة اليمن الشرقية محافظة المهرة. نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج بتوقيت المهرة، في أمان الله.